رجعنا نتواصل معكم من خلال فقراتنا في شاي الضحى. ضيفتنا في هذه الفقرة حرصت على أنها تتابع كل المجالات والطرق اللي توفر لها معرفة كل ما هو جديد في عالم الموضة. هي تحرص على إدخال الموضة على القطع اللي تصممها، سواء بإدخال الألوان أو القصات اللي تضيف روح الأناقة والرقي لكل قطعة تصممها. معنا في الاستديو مصممة الأزياء الكويتية نور معرفي، صاحبة مشروع برايفت ديزاين. حياك الله معنا نور في شاي الضحى. الله يحييك، هلا فيك. هلا فيك نور، منورتنا اليوم بالاستديو. نورك. يسلمك نور. يعني كونك مصممة أزياء، أكيد أول سؤال يعني الواحد يبي يسأله، شلون بديتي بعالم التصميم؟ أنا من أنا وصغيرة أحب الهدوم تكون غريبة، ما أحب شيء تقليدي. أي شيء أشتري لازم أنا أغير فيه، أضيف عليه حتى لو أكسسوار. يعني ما أحب ألبس نفس الناس. نعم. لازم يكون في شيء مميز. طبعا الأهل والناس اللي قراب مني، رفيجاتي كلهم شجعوني أن أنت نور، أن أنت عندك إمكانيات، ليش ما تطورين منها؟ ليش ما تستغلين وقتك؟ دام عندي وقت فراغ أنا، فقلت خليني أبلش، والحمد لله الله وفقني. حلو. يعني قاعد نشوف اليوم في أسماء كثيرة في عالم تصميم الأزياء عندنا في الكويت، وفي أسماء مميزة منها اسمك نور للأمانة من خلال القطع اللي قاعد تصممينها. إذا نبي نتكلم عن الاسم برايفت ديزاين، هل كل قطعة راح تكون يعني خاصة لكل زبونة وبرايفت؟ أنا الاسم نقيته برايفت ديزاين، مو إن أساس القطعة بس حق زبونة واحدة. نعم. طبعا أنا ما عندي قطع، يعني القطعة الواحدة ما أصمم منها وايد. أوكي. عدد معين يعني قليل، بس برايفت ديزاين انا اخترتها انها تصميم خاص فيني انا. حلو. عشان كذي كان الاسم برايفت ديزاين. نعم. وافكار جديده في عالم الازياء اكيد. نعم. افكار جديده، الوان جديده، اكون دائما مطلعه على النيو فاشن، شنو الالوان الدارجه. على هالاساس انا اختار القطع. نور، الى جانب انك تطلعين على الفاشن وتتابعين، طبعا كونك مصممة ازياء دائما تتابعين، ضروري هالشيء المجلات والقنوات تبع الازياء، لكن هل خذيتي دورات في تصميم الازياء؟ بعض المصممين يعني يقولون ضروري ان ناخذ دورات، وبعضهم يقولون الخبره هي اللي علمتنا. انا الخبره علمتني والهوايه، يعني انا ماخذتها كهوايه. نعم. عشان كذي شفت ان انا ما احتاج دوره. يمكن بالمستقبل اذا حسيت ان في شيء عايقني، في شيء انا ما قدرت اسويه، ممكن ان اضطر ان اخذ دوره، بس لا الحمد لله انا اعرف ارسم. عشان كذي انا سهل علي ان انا انقي القطعه وارسمها. نعم. نورا، انا لاحظت من خلال التصاميم اللي قاعده اشوفها ان في افكار مستوحيتها من الازياء الهنديه. صح. فهل متاثره فعلا انت في الخط الهندي في الازياء والخامات؟ طبعا الخام الهندي معروف انه هو حلو. التطريز ماله يكون دائما مميز، الوانه حلوه. من كذي في ناس صج تفضل الساده، بس هم انا يعني قمت اخلط بين الذوقين، اللي يحب الساده ممكن اخلي من فوق ساده، من تحت خام هندي، لان انا كل خاماتي اجيبها من الهند، يعني استخدم خامات هنديه. حلو. عشان شي حسيت انه في شيء مميز يعني بالخام الهندي غير عن الخامات العاديه. ذكرتي التميز، دائما كل مصمم يكون عنده بصمه، يعني لما نشوف تصميم نقول هذا تصميم نور. أي. يكون روح نور موجوده فيه او ذوقها. شنو اللي يميز شغلك او بصمتك في التصميم؟ للناس اذا شافته يقولون هذا اكيد تصميم نور. أنا أحب التصميم اللي يكون أنثوي شوية، بناتي يعني. ما أحب التقليدي، لا أحب دائما تكون الدراعة يعني فيها فاشن. فيها شغلة مميزة على حسب يعني. وهذا اللي قاعد نشوفه من القطع الموجودة عندنا في الاستديو. يا ريت يعني نتكلم عن قطعة قطعة، اختيارك للديزاين وأيضا الألوان. نبلش مع أول قطعة موجودة في الاستديو. نبلش من وين؟ الذهب والأوف وايت. مع الأوف وايت. نعم. أنا اخترت اللي فوق يكون ذهبي شوية على جلتر، طبعا هالحين الموضة دارج الجلتر والشمر. نعم. فاخترته وحطيت، ضفت له لولو هم يضيف نعومة حق القطعة. بعدين حطيت سادة. نعم. ومن تحت اخترت له الترتر عساس يصير فيها حركة شوية، ما تصير مطفية. حلو. الموديل الثاني قاعد اشوفه الاوف وايت، طبعا يعني ملك الالوان، انا بالنسبه لي من الالوان المفضله. اي وايد ناس يحبون الاوف وايت، انا بعد احب وايد. وهم التشويتي، انا من الالوان المفضله عندي التشويتي، ولفتت نظري القطعه التشويتيه هذه. كلمينا عنها، شنو استخدمتي فيها تصميمها؟ استخدمت فيها خام هندي اللي هو شيفون يكون مطرز.
ضفت عليه كلفة هندية مطرزة ذهبية. سويتها بديزاين انها تكون من فوق مطاط شوية. حلو. حق اللي تبي تنزل شتوفها تقدر، حق اللي تبي ما تبي تنزل شتوفها. نعم. هم حلو. ترفع يعني، هم راعيت الطرفين. حلو. حلو. ويكون الخام يعني لونه مميز شويه تويتي شاب. نعم. إيه؟ يعني انا لاحظت انه من الصيف اللي طاف هبت الاوف شولدرز وايد 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 داجه. هل مستمره معنا لها الصيف ودراري رمضان 2017 راح تكون ايضا في ماخذ هالخط هذا الاوف شولدرز؟ اوف شولدرز حلو، بس طبعا احنا في حكم ان احنا مجتمع محافظ دوله خليجيه، مو كل البنات يحبون يلبسون اوف شولدرز. عشان كذي انا اراعي انه من فوق ما يكون اوف شولدرز، الدراعه خلاص انه لازم تلبسينها اوف شولدر. تقدرين تنزلين كتف وكتف نفس ما انا حاطه، تقدرين ترفعين نفس الفنود الاسود. اي نفس السوداء. نفس السوداء. اي يعني تقدرين تلبسينها عادي كم طويل، تقدرين تنزلين شتوفها، تقدرين تخلين كتف واحد طالع، ممكن تحط شال عليها او شغله تغير. ممكن تحط شال. اي ما في مشكله. اي تكلمينا عنها اكثر، الشغل اللي فيها والاشياء اللي فيها، شنو استخدمتي فيها؟ استخدمت فيها فوق خام ساده، من فوق تصير ناعمه، من تحت الحركه خليتها شويه نافشه، تعطي شويه كلوشي شوية. يعني تصير حلوه باللبس. يعني بصراحه التصاميم خطفت الانظار، يعني احنا قاعد متابعين حديثك لكن قاعده تشوف التفاصيل وملاحظه يعني من خلال القطع السوداء خاصه، وايضا من خلال ازيائك اللي لبستها، من الاكسسوارات ضروريه بالنسبه لك. هي ضروريه. اي لازم طبعا الاكسسوار، حتى لو انك انت لابسه فرضا فلنفرض جينز وتيشيرت، لو تحطين عليها اكسسوار مميز يصير شكلك غير، يعني الاكسسوار وايد يلعب دور بالشكل. في بعض المصممات يسوون اكسسواراتهم، هل انت يعني تستوردينها او انه ممكن انت تصنعين بعض الاكسسوارات؟ ممكن انا اصنع. اي السنه اللي فاتت سويت كم قلب، بس هالسنه صراحه وقفت لان التفت اكثر حق الدراري، يعني ما الاكسسوارات ما عليها طلب كثر الا الدراري، يعني تلقين اكسسوارات وايد. صحيح. نعم. اي تصممين نور حق الاطفال، يعني وايد في امهات خاصه في رمضان اذا عندهم مناسبه مثلا في القرقيعان. ايه؟ تحب ان ازياءها تكون بنتها نفس بنتها، نفس ايه؟ الازياء نفس الديزاين. تصممين لهم هالافكار؟ ايه هذه ايه؟ اذا في طلب اوردر خاص اسوي. ايه بس انه على طول حق الاطفال لا، بس انه على حسب طلب الزبونه. صحيح. بعض الاحيان مثل ما قلتي فاطمه، الام ودها تكون مع بناتها، مع بناتها طقمين كلهم وعشان يصورون حق السوشيال ميديا ودائما هالاشياء. وعلى طاري السوشيال ميديا، هل استفدتي وايد بالسوشيال ميديا؟ هل قاعد تخدمك وايد بازيائك؟ انا احب السوشيال ميديا، احب الاعلام عموما، يعني السوشيال ميديا وايد ساعدتني. السنه اللي فاتت انا فتحت السناب شات مالي، خليته بابليك بناء على طلب وايد ناس قراب مني، وحتى في ناس ما اعرفها انها قالت لي نور بطل يعني بطلي السناب مالك خلينا نستفيد. فسوشيال ميديا قمت انا احط فيها يعني يومياتي، شنو استخدم شنو احب. قمت يعني ناس صاروا يعني وايد بنات عندي كنهم رفيجاتي صاروا، من كثر ما هم تعودوا علي وانا تعودت عليهم. فانا السوشيال ميديا اضافت لي ان انا قمت اخلي الناس اقرب مني، اي شيء يبونه عادي يسالوني انا ارد، وكل شيء يبونه هم اقوله. فاحب السوشيال ميديا، يعني احب اقول حق الناس كل شيء انا اسويه. حلو. يعني قاعد تواصلين معهم اول باول. اي على طول. وهذا الشيء يمكن قربك حق اي زبونه تبي تاخذ منك. ايه. قطعه. ايه. تحس ان هي خلاص كانها رفيجتك. ايه حتى يعني قامت تسالني يعني في بعضهم يقولوا لي نور قولي لي شنو القطعه اللي تلوق علي، شنو القطعه اللي تلوق على جسمي. نعم. قامت تطرش لي صورتها تقول لي شوفي شنو اللي يلوق على لوني. نعم. فالحمد لله البنات قاموا يثقون بذوقي وقاموا يعني خلاص من اقول لهم هذه القطعه حلوه عليك خلاص تاخذها. نور اكيد يعني من خلال تصاميمك وذوقك الخاص في مصمم عالمي تأثرتي فيه بأزياء وخطة، من التابعين من يعني مصممين الأزياء في العالم؟ أتابع تقريبا كل المصممين العالميين. نعم. ما في أحد معين، يعني من كل واحد ممكن أنه يعجبني شغلة، تعجبني فكرة، يعجبني نوع خام. نعم. أستوحي منها أفكاري ممكن. إيه يعني قاعد تفكرين في المستقبل الحين إن أنت تتابعين مثلا مصمم تستوحين منه أفكار وكذي، قاعد تفكرين بالمستقبل إنك تطلعين برا الكويت مثلا تسوين عروض أزياء برا مثل المصممين العالميين برا، ولا الموضوع هذا
مو هاجس لك؟ لا ان شاء الله بالمستقبل. اي يعني انا الحين على الصعيد الخليجي عندي زباين معينه تاخذ مني الحمد لله، وهم على الصعيد العربي الشرق الاوسط. ان شاء الله بالمستقبل اذا كان في مجالنا انا يصير اسمي عالمي، بالعكس ان شاء الله. وخاصه يعني خطك الدراعات، يعني الدراعه الحين احسها انها مختلفه شوي. شو اللي فرق يعني بين دراعه هالوقت ودراعه قبل بالنسبه لك كمصممه ازياء؟ دراعه قبل يعني دراعه امي وامهاتكم ويداتنا كانت دراعه جدا تقليديه، خامها جدا عادي. الحين لا، صارت الدراعه مور فاشن، صارت الدراعه الوانها اكثر، موديلاتها اكثر، يعني صارت اقرب للنفانيف. يعني حتى في بعض دراريعي تقدرين اذا شلتي الاكسسوار عادي تصير الدرس تطلعين فيه. كان هالدرس لاحظت بتصاميمك انك مخره شوي عن التطريز او الشغل اكثر، هل هو لان الحين الموضه الدارجه مو وايد التطريز والشك، او ان انت يعني مو من الاشياء اللي تحبينها كثره التطريزات او الشكل؟ لا احس انه مو دارج وايد التطريز، اكثر انا يعني الجلتر، الاشياء الشابه الشايني، عشان كذي هالسنه ما سويت تطريز. ماكو تطريز؟ لا مو في دراريع 2017. اذا نبي نتكلم بشكل تفصيلي اكثر عن دراريع لهذا الموسم، شنو الالوان، القصات الدارجه اللي راح تكون يعني ان شاء الله في رمضان؟ الوان اللي دارجه انا اصمم يمدينا. لا يمدي بعد ان شاء الله باقي ان شاء الله. الالوان اللي دارجه 2017 في الالوان الشابه طبعا الابيض والاوف وايت والاسود، يعني هذا ما في اختلاف عليهم، يعني ما لهم سيزن معين. صح. الالوان الشابه اللي هي الاصفر، الاخضر، الاحمر، التشويتي، هذيل الالوان اللي دارجه هالسنه وايد، حتى بالكاتوك لو تلاحظون ان دائما الالوان هذه تكون متواجده. نعم. اذا جت لك زبونه ساعات تكون الوان دارجه بس اللون مو مناسب حق الزبونه، او درجه اللون مو راكبه على بشرتها وهي مصره انها تاخذه، او تصميم معين مصره عليه وانت تشوفين انه ما يناسبها، شلون تقنعينها او تنصحينها؟ اي انصحها. اي يعني مريت لي وحده قالت لي فرضا انا ابي هالدراعه، قالت لي انا باخذ رايك، انا انصحك لما انت يعني تطلبين رايي، اذا انت ما طلبتي رايي لا، يعني اعتبره انه تدخل عليك. نعم. اذا قلتي لي نور ايش رايك، اقول لك فرضا والله انسام هذه القطعه انا اشوفها انسب عليك، بس انت الاختيار الاول والاخير لك. صح. هاللون حلو عليك، هاللون انا افضل تاخذين هاللون كذي، يعني احاول ان انا ما اجرح الزبونه دايركت. نعم. اي لها بطريقه لطيفه شويه طبعا. لازم سياسه بالموضوع. اي طبعا. تسالينهم المناسبه عن المناسبه اللي هي رايحه لها، يعني احيانا تكون زواره بسيطه ويمعه بسيطه، لكن تلاقين في وحده شاطه كذي مبين عليهم اوفر، يعني لابسه الكشكش واللون يكون وايد فاقع او ديزاين ما يناسب المناسبه. تسالين الزبونه يعني حق المناسبه اللي هي رايحه لها هل تناسب انها تلبس هذه القطعه اي او لا؟ مو الكل، اذا هي سالتني قالت لي هذه الدراعه تناسب باستقبال، تناسب باستقبال ولاده، تناسب باستقبال عرس، انصحها. اي اما اذا هي ما سالتني لا. الناس اذواق يعني تؤمنين بهالمقوله هذه؟ في ناس يحبون الاوفر، يعني في ناس حتى لو انها قاعده عاديه تحب تلبس اوفر، في ناس لا، حتى لو تشوفينها فرضا رايحه عرس تحب السمبل يكون لون واحد. صحيح. على حسب الناس اذواق. صحيح، يعتمد على شخصيه الوحده وعلى موديلات نفس هذه، يعني موديلات حلوه. اكيد عانيتي من التقليد، في وايد ناس دائما لما يطلع مصمم شغله حلو في ناس تقلده، هل عانيتي من هالشيء وهل اثر فيك؟ طبعا ماكو انسان ما يعاني من هالشيء خصوصا مصممين الازياء، بس انا اقول كل وحده لها بصمه معينه، يعني لو مهما انا تقلد لو تقلد الموديل، بس انا اشوف انه في تبس معينه الواحد ما يقدر يقلده 100%. صح. نعم. هل كل الخامات اللي نتكلم عن الماتيريالز، هل كل هذه الخامات موجوده متوفره عندنا بالكويت، خاصه انه في عدد كبير من مصممات الازياء عندنا طلعوا في الفتره الاخيره؟ موجوده، اي في بعضهم موجوده بالكويت بس في البعض لا، يعني انا مرات اذا فرضا جبت قطعه من برا ونقصني خام اي لا اروح دائما تلقين، وفي خامات عندنا وايد حلوه. نصايحك حق المراه بشكل عام، يعني اي مراه مثلا المراه الضعيفه السمينه اللي بشرتها فاتحه السمراء، بشكل عام نصايحك للمراه اذا تبي تختار قطعه، شنو اهم النصايح؟ اهم نصيحه انك انت تختارين القطعه اللي تشوفينها حلوه عليك وتطلع يعني مميزات جسمك وتخش العيوب. يعني مثلا انت قصيره ما تاخذين شيء قصير ويكون نافش،
تحاولين كثر ما تقدرين تاخذين موديل شوي هادي. اذا انت فرضا سمره حيل لازم هم تراعين الالوان، بيضه حيل تراعين الالوان، بس عموما كل بناتنا حلوين. اكيد في لكل يعني سيده في ديزاين ولون يناسبها إيه؟ تتالق فيه وتكون ملكه في اي مناسبه تحضرها. إيه؟ كل الشكر لك مصممه الازياء الكويتيه نور معرفي، نورتينا. ما قصرتي، يعطيك العافيه نور، استمتعنا وياك وايد، نتمنى لك كل التوفيق. والحين مشاهدينا موعدنا مع الفقره الاسبوعيه لتطوير الذات مع الاستاذه خلود الحرمي، موضوع حول المال. مشاهدينا خلونا نعرف اكثر ونتابع هالفقره مع بعض.